مخالف للشريعة. ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا، نحن نأخذ الدين من القرآن، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام أئمة الهدى، مش من الأشياء اللي مجرد أن تكون موجودة في الكتب. في بعض الناس مكتوب في بعض الكتب أن زينب، أن زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام يضغطها القبر حتى تصير كالشعرة. هذا الكلام منه صحيح. زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحصل لها ضغطة القبر. في بعض الكتب مكتوب لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعنون سعد بن معاذ الذي هو من أولياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا، كان سيد الخزرج، من أولياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أكابر الصحابة. هذا الرجل يقال عنه يضغطه القبر؟ لا يجوز، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب موجود في الكتب، شو بنعمل؟ شو بنقول؟ نقول في قواعد. كل كلام خالف القرآن باطل، كل كلام خالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم باطل لو كان موجودا في الكتب. اليهود كتبوا في بعض الكتب، دسوا في بعض الكتب، المشبهة دسوا في بعض الكتب، المبتدعة دسوا في بعض الكتب. مش كل شيء بيكون بالكتب يكون صحيحا. مش واحد يقول أنا قرأت بكتاب كذا. إذا قرأت كلاما يخالف القرآن تترك القرآن وتأخذ بهذا الكلام الذي قرأته أو سمعته؟ لا، قواعد هون في الدين مهمة أن تعرف حتى يتجنب الوقوع في مثل هذه المفاسد. ما يتوهمه بعض الناس من أن القبر يضيق على كل أحد في البداية ثم يوسع على المؤمن غير صحيح. حكيت لكم قبل هذا حتى تشوفوا الفساد اللي وصلنا إليه. كنا في عزاء في الإمارات عند شخص مات أبوه، فقام واحد من موريتانيا وعلى رأسه عمامة ومسك الآلة، وأثناء كلامه ماذا قال؟ قال ضغطة القبر لا ينجو منها أحد حتى محمد. عن الرسول يتكلم، قال حتى محمد، أعوذ بالله من الكفر. الله تعالى يسر لي وأخذت الآلة ورددت عليه بالدليل حتى يعرف الناس. المجلس كان ممتلئا بالناس، فالحمد لله سمعوا الحق. يجب أن ينكر هذا المنكر. لو كان في مجلس في ناس، لو كان بعض الناس قد يقول أنه كيف بدك تحكي وهذا حاطط على رأسه عمامة، لا يجوز السكوت عن المنكر مع القدرة على إنكار هذا الكلام. كفر الذي قاله، قال لا ينجو منها أحد، قال حتى محمد، والعياذ بالله. سيدنا محمد أفضل خلق الله، يجوز أن يكون عليه ضغطة قبر؟ لا يجوز هذا على الرسول، وهو لا يليق بكرامة المؤمن عند الله، أي المؤمن التقي، لأن بعض العصاة يحصل لهم ذلك برهة من الزمن. وأما ما يرويه بعضهم في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد، فغير صحيح. هذا لما هون عم نقول غير صحيح، هو حديث موضوع، يعني نسب إلى الرسول والرسول لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. وإن صححه من صححه، يعني إذا واحد قال بس في علماء قالوا عنه صحيح، شو الجواب على ذلك؟ قاعدة قالها العلماء، كل حديث خالف القرآن ولم يمكن تأويله فهو باطل، باطل يعني موضوع. كل حديث خالف المتواترة ولم يمكن تأويله فهو باطل يعني موضوع. كل حديث فيه ركاكة يعني ضعف في التركيب في الكلام فهو باطل، الرسول لا يقول كلاما ركيكا. كل حديث خالف الواقع فهو باطل، يعني ثبت أن الواقع كان كذا وكذا وكذا فيما مضى، فجاء حديث ينسب للرسول فيه خلاف هذا الواقع، الرسول لا يقول كلاما بخلاف الواقع صلى الله عليه وسلم. موجود في بعض الكتب أن امرأة يهودية ذكرت عذاب القبر عند رسول الله، قال فأنكره الرسول ثم عاد وأثبته. الرسول لا يقول كلاما بخلاف الواقع، عذاب القبر ثابت بالقرآن والحديث الصحيح. كيف بده ينكر الرسول؟ ما ثبت أنه حصل لا ينكره رسول الله. الرسول لا يخبر بخلاف الواقع عن شيء قد حصل،
وعن شيء سيحصل من أمور البرزخ وعن شيء سيحصل من أمور الآخرة، ولا يخبر بخلاف الواقع عن شيء من أمور التحليل أو التحريم أو المشروعية. ما بيقول بخلاف الواقع الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ الشريعة، كيف يقول بخلاف الواقع؟ لا يجوز عليه، بس موجود ببعض الكتب. هي مشكلة، هي مصيبة، هي أن مثل هذا الكلام موجود في بعض الكتب. ليش مصيبة؟ لأن بعض الناس يقول لك أنا قرأته في كتاب، وهذا الكتاب مثلا مشهور، الذي عنده اعتدال، الذي عنده فهم صحيح، يقول إذا خالف هذا الكلام القرآن أكيد الرسول لا يقوله، أكيد لا شك عندي أن الرسول لا يقول كلاما بخلاف كتاب الله، هو أنزل عليه كتاب الله، هو الذي بلغ كلام الله، كيف يقول كلاما بخلاف كتاب الله عز وجل؟ هذا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد لا. لكن كيف يعرف الشخص هذا؟ بتعلم القواعد الشرعية. إذا تعلم هذه القواعد يعرف. سعد بن معاذ ولي صالح مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الولاية شو نال؟ أيضا الشهادة، ولاية والشهادة، كيف يضغطه القبر؟ لا يجوز. فمذكور في بعض الكتب أن الرسول قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد،